فصل جديد أطلقته قطر من مخططها الإرهابي لاستهداف العلاقات العربية. البحرين رصدت استهدافا قطريا ممنهجا للإضرار بمصالحها العامة. ميليشيا قطر الإلكترونية أطلقت ادعاءاتها بهدف الإساءة للعلاقات بين البحرين والسعودية. قطر استخدمت حسابات وهمية وعناصر هاربة ومطلوبة للعدالة من أجل إتمام المهمة. الدوحة نشرت مزاعم بشأن قضايا حساسة لإثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية. أدلة سابقة كشفت مشاركتها الفعالة في دعم الحوثيين ماليا وإعلاميا. النظام القطري تبنى مخططا إيرانيا ومزاعم بشأن الحج. المزاعم هدفت إلى تدويل الإشراف على فريضة الحج. الإجراءات السعودية للتسهيل على حجاج قطر جاءت كخير دليل على إرهاب قطر.